موضوعة من طرف قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت، وفي إطار محاربة ظاهرة نقل وترويج الأقراص مهلوسة، أين تم وضع نقاط مراقبة مداعمة بتشكيل متحرك. بتاريخ 27 من شهر أوت سنة 2021 تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين ذهب من حجز كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة التي تقدر ب 2962 قرص مهلوس نوع بريغابالين، التي كانت مخبأة بإحكام بلوحة القيادة، أين تم توقيف 3 مشتبه فيهم بالإضافة إلى حجز وسيلة النقل. سيتم تقديم الأشخاص المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة فور انتهاء التحقيق. نذكر المواطنين بفعالية الرقم الأخضر 1055 وموقع الشكاوي المسبقة PPGN وMDL. ليصلكم كل جديد، اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.